طبعاً أنا الوالد الركراكي أنا جد سعيد ومسرور بتعيين الوالد الركراكي. كنا كنتسناوه المغاربة كاملين كانوا كيتسناوا تعيين الوالد الركراكي، وكثر من هذا التصريحات ديالو والحماس اللي عنده اللي بغى يمشي بعيد واللي بغى يعطي شي إضافة جديدة للمنتخب المغربي، وبغى حتى هو يبان كإطار وطني ويعطي الإضافة. إذا إذا سمعتوا التصريحات ديالو ما عمره قال أنا كنت باغي نعمل. إذا نتمنى له التوفيق والازدهار ان شاء الله يا ربي. بغينا نحققوا شي نتائج ايجابيه، لانه الانجازات اللي دارت الجامعه وسيدنا نصره الله اللي دائما كيشجع الرياضيين وكان ديما المشجع الاول من الرياضيين، بغينا ان شاء الله شي انجاز تاريخ ان شاء الله يا ربي يا ربي. لا يفوتوا انت مالك عويدادي جيتي غير حتى انا ويدادي ولكن غير بشويه عليك انت الله يعود. شوف بغينا الوداد تشرفنا وبغينا كما قال الرائد نمشي لكاس العالم للانديه وبغي دي كاس العالم للانديه، حتى حاجه ما صعيبه. كما كنا مع الرجاء في الفينال وكنا كنقولوا الرجاء خصها تمشي للفينال ووصلت للفينال، حتى الوداد كنشجعوهم ان شاء الله خصهم يمشيوا للفينال. مي كيكون ترابو ناسيونال خصنا ندافعوا على الفروق ديالنا ان شاء الله، وهادو عندنا الوداد والرجاء ومقاطرة الكرة المغربية، وبغينا الجيش وبغينا المغرب الفاسي وبغينا بركان وبغينا الفرق باش تكون منافسة. أولا اليوم كما كتشوفوا هو كان واحد التقديم ديال المدرب والطاقم المرافق له، تقديم للصحافة ومن خلالها للرأي العام الوطني والرياضي على الخصوص. فخذ الكلمة السيد الرئيس أعطى خطوط عريضة ديال كيفية الانفصال على المدرب الآخر، وطرح واحد المجموعة ديال الأمور اللي كانت غامضة منها الصالير أو الراتب الشهري والمبالغ اللي استفد منها المدرب. فاليوم رئيس الجامعة تبين بأن كل شيء كان بعقد وعقد عمل ديال المغرب اللي هو في القانون المغربي واللي خذي الله 3 شهور ديالو اللي كيستحق قانونيا، كذلك سبب نزول السي وليد الركراكي على راس الاداره التقنيه بعد ما كانت مفاوضات مع واحد المجموعه ديال المدربين خاصه كانوا مغاربه وعلى راسهم السي عموته وكذلك بعض الاجنبيين، ولكن ارتأى في الاخير بالحماس ديال السي وليد والغيره ديالو والاجتهاد اللي باغي يبين العمل الاجتهاد في العمل ديالو اللي بغى ينعكس على المستوى ديال الفريق الوطني المغربي، فهو تحمل هذه المسؤوليه هذه وكله حماس وعطى وعود بانه غادي يكون تغيير، ولو ان المده قصيره ديال الاستعدادات اللي كتفصلنا على نهايه كاس العالم. تقدم كذلك الستاف اللي حقيقه الاخوان كلهم مجربين، الى خذينا من رشيد بن محمود اللي عمل بجانب عموته في الفريق الوطني في المنتخب المحلي، ولا كذلك واحد المجموعه كذلك ان جاو اطر من اسبانيا، وحنا كنعرفوا ان الاطر من اسبانيا خاصه في المسائل التقني وهذا، فالان كيكتسحوا العالم وكيكتسحوا مجموعه ديال الدول في الفرق الوطنيه لهم ما اكتسبوه من تجربه خاصه في واحد المجموعه من الاختصاصات ديال كره القدم. عبد الهادي الناجي مدير جريده النخبه ورئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه. اولا تعيين وليد الركراكي جاء بردا وسلاما على الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه اللحظه، وبالتالي فوليد الركراكي لن يجد الطريق سالكا كما يقولون، فهناك صعوبة المسالك، لأن في الحقيقة وحيد خليلوفيتش ترك إرثا سيئا من خلال علاقته مع بعض اللاعبين، وهو الأمر الذي يحتم عليه على أنه وجب عليه أن يرمم صفوف المنتخب الوطني ويعيد تلك البسمة والسعادة داخل مستودع الملابس التي تعوز العناصر الوطنية. فكما أن
النقطة الأساسية والهامة هو أن الجمهور المغربي ينتظر الأداء والنتيجة، خاصة بعد فقدان المنتخب الوطني لهويته من خلال طريقة اللاعب. تعين وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب الوطني، أعتقد على أنه دماء جديدة في شرايين المنتخب الوطني، شاب طموح، شفنا النتائج اللي حققها مع الوداد الرياضي في عصبة الأبطال والبطولة الوطنية، أعتقد على أنه اليوم إلا كان من تحدي سيكون أمام وليد الركراكي أنه يثبت قوة مجموعته والمجموعة التي سيشتغل معها أيضا. وليد مطالب اليوم بأن يبصم على تجربة جديدة مع المنتخب الوطني، ليس في كأس العالم فقط وإنما في كأس أفريقيا اللي غابت عن خزينة المنتخب الوطني المغربي طويلا، وخصوصا في عالم كرة يعترف بالألقاب ونحن نمتلك لقب واحد على مستوى المنافسة القارية التي نأمل جميعا أن يكون وليد الركراكي فاتحة خير وأن يحقق المبتغى ويتوج أيضا رفقة المنتخب الوطني المغربي بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.